اكسبوننتس اند لوجاريتمز. احنا عندنا رولز بتاع الاكسبوننتس من زمان عارفينها اهي، هو يعني موضوع سهل، هو المفروض الاكسبوننتس لوحدها في مره واللوجاريتمز مثلا لوحدها في مرتين ثلاثه، بس انا بحاول ايه انجز. طيب الرولز بتاعت الاكسبوننتس مش هقولها كرولز بقى، هقولها بامثله على طول عشان نبدا. لما اقول مثلا اكس بار 2 تايمز اكس بار 3، النقطه دي يعني تايمز يعني، او ممكن نعمل تايمز عادي، كنا بناخد اكس واحده ونعملهم بلس بعض. طيب لو انا بعمل ديفايدد اهو، باخد اكس واحده واعملهم ماينس بعض، يبقى هنا بعمل بلس هنا بعمل ماينس. طيب ليش انا اقول بطريقه سهله؟ هنا اكس بار 3 اول تو ذا باور 2، لو في بار جوه وبار بره بيتعملوا تايمز بعض، تايمز وليس ايه؟ مش بلس، يعني اكس بار 6. ودول احنا عارفينهم يعتبر من زمان. طب في بقى لو انا عندي مثلا ايه؟ اكس باور نيجاتيف دي، لو بار نيجاتيف، لو بار نيجاتيف دي ننزلها تحت تبقى بوزيتيف، يعني هي دي كان جنبها 1 هنا، كان جنبها 1 هنا. ننزل نحط ال 1 اهو وننزل دي تحت بقت اكس باور بوزيتيف. طيب ولو هي نمبر تاني غير الـ غير الـ غير الباور غير الـ غير ال 1، يعني مثلا كده 3x مثلا باور نيجاتيف 5 اهو، بكتب ال 3 اوفر وانزل دي تحت الاكس باور بوزيتيف كده. طيب لو جالنا بقى روت اكس مثلا، وهنا مثلا 3 وهنا مثلا 4، ده بيسموه فورث روت اكس باور 3. ده بيبقى سهل، بيقول لك من حقك نشيل الروت خالص ونكتب اكس باور 3 اوفر 4، يعني اللي جوه على اللي بره، اللي جوه على اللي بره. طيب لو انا مثلا اهو مثلا كيوبيك روت لاكس باور 2 مثلا، ممكن ده يكون الكبير عادي، مش شرط يعني يكون اللي جوه صغير، يعني ممكن يكون ده فايف مثلا. من حقي اكتب اكس واشيل الروت خالص، بس اكتب اللي جوه اوفر اللي بره، يعني يقول لك ان اوفر اوت، ان اوفر اوت. طيب طب بالنسبه للسكوير روت، السكوير روت ده اصلا كان فيه هنا الاكس دي كان عليها 1 بس ما بتكتبش، والسكوير روت ده من اسمه كان هنا عليه 2 بس ما بتكتبش، يعني هو كان اصلا سكوير روت كان كده، فلذلك قالوا ايه؟ يبقى السكوير روت عباره عن اكس باور 1 اوفر 2 اللي جوه عند بره، يعني السكوير روت لما نشوفه كان اكس باور 1. طب نفرض ان هو جاي لي يعني ايه تحت، يعني مش جاي لي كده، طيب ما هو ده انا ممكن اعدله اهو، يبقى 3 اوفر اكس باور اللي جوه على اللي بره، يعني 2 اوفر 3، والكلام ده ينفعنا في الترم الثاني كمان. طيب لو انا عايز اطلع الاكس دي فوق، انا عايز اطلع فوق جنب 3، ممكن نطلعها بس نخلي الباور نيجاتيف، يعني من الاخر لو حاجه طلعت من تحت لفوق او نزلت من فوق لتحت، الباور بتاعتها بتقلب الساين بتاعتها، بدل ما هي بوزيتيف تبقى نيجاتيف. الاول ايه هي اللوجاريتمز عشان نعرفها؟ انا لما بقول مثلا 2 باور 3 ايكوال 8، 2 باور 3 ايكوال 8 دي بيسموها اكسبوننشال فورم، اكسبوننشال فورم. طيب لو عايزين نخليها لوجاريتمك فورم، لوجاريتمك فورم يعني اللوجاريتمك فورم دي طلعت من الاكسبوننشال فورم، بس ازاي؟ قالوا هنحط حاجه اسمها لوج، ونقوم كاتبين الايه ده ايه، وهنا احنا عارفين ان ده اسمه بيز وده اسمه باور، ده بيز وده باور، نكتب البيز هنا تبقى الانسر هي الباور. يعني لو قلت لوج 8 بيقرا زي ما لوج 8 تو ذا بيز 2 ايكوال 3، يعني بمعنى صح الاجابه بتاع اللوج بتبقى هي الباور. يعني انا لو قلت مثلا كان واحد بيسالني 2 باور كام ايكوال 8، يعني انا قلت مثلا لوج 25 تو ذا بيز 5، كان واحد بيسالني يعني 5 باور كام انت 25 باور كام؟ لوج مثلا 16 تو ذا بيس 2، هي 2 باور كام انت 16 او 2 تايمز نفسها كام مره انت 16 باور 4، هو ده ببساطه اللوج. قال لك بقى لما يكون اللوج بقى البيز بتاعه 10 كده، هي 10 اتعملت تايمز نفسها كام مره عشان تدي 1000؟ 3 مرات. الاجابات او 10 باور 3 ايكوال 1000. طيب فقال لك ايه؟ لما نلاقي اللوج تحتها 10 كده ممكن نختصرها زي ما احنا الاكس مثلا بيجي عليها باور 1 ما بتكتبش ال 1،
دي برضو نفس القسم، مش تلاقي اكس وخلاص، دي نفس القسم. اللوج لما يجي عليها تحتها تين كده، قال لك ممكن الاختصار نكتبها كده على طول، لوج وان ثاوزند، ما نكتبش التين، ما نكتبش التين، وبيبقى معروف ان البيز بتاعها كان تين ايكوال تين. هل الكلام ده له ضرر على الكالكوليتور؟ اه، يعني انا عندي مثلا لما اجي اقول عايز اجيب مثلا لوج 25 تو ذا بيس 5، المفروض الانسر تطلع ايه؟ تطلع 2. تطلع 2 ليه؟ لان انا ال 5 عملتها كم مره في نفسها عشان تدي 25 مرتين؟ 5 تايمز 5 هي اللي بتدي 25، او بمعنى صح ال 5 باور 2 هي اللي بتدي 25، يبقى الانسر هي الباور ده. طب في زرار للكالكوليتور؟ اه، في زرار على الكالكوليتور معمول كده لوك، ومعمول جنبه مربع فاضي هنا ومربع فاضي هنا. فاول ما انا فاتح الزرار ده فالكالكوليتور هتفتح لي على الشاشه كده لوك، وهيبقى في مكان هنا ومكان هنا، بقوم كاتب 25 هنا واكتب ال 5 هنا واقول لها ايكوال 1، وادوس زرار الاف، هات قوم قايل لي 2، الانسر هتطلع 2. طيب الزرار بقى اللي هو لوج 1000 ده، لوج 1000 لا زرار ولا لا زرار، في زرار اصلا مكتوب عليه لوج، وفي كالكوليتر بيبقى زرار مكتوب فوق هنا، اللوج مكتوب فوق. طبعا لو مكتوبه فوق ندوس شيفت قبل الزرار، ندوس شيفت قبل الزرار، مكتوب على الزرار نفسه خلاص، ندوس على الزرار دوت ونقول كاتبين 1000 وخلاص، ونقول لها ايكوال، هيقول لي الاجابه فين، بس تكون منتهى البساطه. يعني ممكن تتعمل بالكالكوليتر زي ما الـ زي ما الباورز لها رولز، اللوج برضو لها رولز. فانا هقول الرولز من خلال اكزامبلز على طول، مش لازم اقعد اكتب، او اكتب رول واكتب اكزامبل كده. يعني ازاي؟ يعني مثلا الرول الاولى بيقول لك ايه؟ لو انا عندي لوج مثلا اكس او لوج ايه بلس لوج، لما يكونوا جايين بلس كده كاني باخد لوج واحده وبحولها تايمز. يعني ايه تايمز؟ ليه ايه دي؟ تايمز دي ليه؟ طيب لو هما جايين، يعني بمعنى صح، لو انا قلت مثلا لوج 5 بلس لوج 2 دي عباره عن ايه؟ ناخد لوج واحده ونعمل 5 تايمز 2 هتبقى لوج 10. لوج 10 دي لو انا جبتها على الكالكوليتور هتلاقيها طالعه لي ايه؟ يعني بدي الرول وتحتها ايه؟ طيب لو جايه لي ماينس، اكيد يعني طالما الكلاس اتعمل تايمز اكيد الماينس بيتعمل ديفايد، ناخد لوج واحده ونحولها لوج تايمز. يعني ازاي؟ يعني لو قال لي لوج مثلا 6 ماينس لوج 3، ناخد لوج واحده ونحولها ديفايد، يبقى 6 اوفر 3 يبقى كانها لوج 2، ولوج 2 دي ممكن اجيبها على الكالكوليتر زي ما اتفقنا. طيب لو جايالي بقى لوج داخله على حاجه شايله باور، يعني لوج ايه تو ذا باور بي، دي يمكن اهم رول فيها، دي بتبقى بي لوج ايه، يعني الباور دي كانها بتنزل قبل اللوج. يعني انا لو قلت مثلا لوج 3 باور اكس، الاكس دي هتكون نازله قبل اللوج، اكس لوج، والعكس صحيح طبعا. يعني لو انا حبيت اطلع دي فوق هترجع زي المنظر ده. فدي رولز مهمه جدا، طلع منها رولز مشتقه، يعني التو رولز دول جمعهم في رول. ازاي؟ يجيب عليهم مساله مع بعض، يعني يجي يكتب لي كده بيقول ايه مثلا. طب لو جايين بقى شويه بلس وماينس مع بعض، يعني مش بلس لوحدها وماينس لوحدها، الاول في رول برضو بس بسيطه، يعني مش رول قوي، ان لو لوج مثلا لقينا الرقم اللي هنا شكل الرقم اللي هنا يبقى الاجابه 1. يعني لو انا قلت مثلا لوج 5 تو ذا بيس 5 يبقى الاجابه 1، طالما ده شكل بعض، طالما ده شكل ده يبقى 1. في برضو لو لوج بقى جايه كذا لوج كده، مثلا لوج اي بلس لوج بي ماينس لوج سي بلس لوج اي مثلا،
ماينس لوج اي مثلا كده. دي بعمل ايه؟ باخد لوج واحده احنا عارفين ان البلس بيتحول لفايز والماينس بيتحول لفايز، فقال لك طب نريح دماغنا لو جت كذا لوج كده، لو جت كذا لوج كده ناخد لوج واحد، واللوج اللي قبلها بوزيتيف نحطها فوق واللي قبلها نيجاتيف نحطها تحت. يعني ايه؟ يعني اللوج دي قبلها بوزيتيف نكتب الايه بتاعتها فوق، اللوج دي قبلها بوزيتيف نكتب الايه بتاعتها فوق، السي دي قبلها نيجاتيف نكتبها تحت، من غير النيجاتيف نكتبها بس تحت، الدي دي قبلها بوزيتيف نعملها فوق. بس بتتحول المساله كلها لفايز، بتتحول المساله كلها لفايز. طيب الاي قبلها نيجاتيف تحت، يعني بمعنى صح لو انا قلت ايه مثلا لوج 10 بلس او ماينس مثلا لوج 4 بلس لوج 3 مثلا ماينس لوج 7.5 مثلا، او خلينا مثلا ايه 10 تايمز 4 وخلي دي ايه 40 وخلي دي 5 مثلا وخلي دي ايه تمام، كلهم لوك كده او ممكن لوك واحده واشد شرطه اللوج اللي قبلها بوزيتيف نحط اجابتها فوق، يعني 10 فوق دي اللوج 5 قبلها نيجاتيف نحطها تحت ال5 بس، ما انا خدت اللوج زي كومن، الفور دي قبلها بص نحطها فوق، الايد دي قبلها نيجاتيف نحطها تحت، نحسبها ازاي على الكالكوليتر، بنكتب لوج اهي نحسب الجماعة دول كلهم كده مع بعض هيطلعوا 1، او كاتب لوج 1 على الكالكوليتر ويطلع لي الانسر حاجة زي كده. أقول problems اللي هي المسائل بقى إيه اللي يحبوا يجيبوها في الامتحان. أول حاجة اللي هي المسألة اللي فيها لوجات كتير دي، هو عامل لي كده طبعا هيجيبها لي عليا البروف ده هيقول لي إيه سمبل. المهم يعني إنه بيديني مسألة كده مثلا دول إكس بار 2 ماينس 1 بلس أو ماينس مثلا x plus 1 equal مثلا log 7. جيب لي مسألة زي دي وقول لي مثلا solve أو find solution set أو solve أو يعني أو x بكام، أي حاجة المهم عايز ال x يعني. طيب دي بسيطة، أنا المهم أعمل إيه؟ أنا عارف الرول بتقول إيه؟ بتقول إن اللوج لما يكون كذا لوج مع بعض كده باخد لوج واحده وبشد شرط. طب اللوج دي كده قبلها بوزيتيف نحط اجابتها فوق، طب اللوج دي قبلها نيجاتيف نحط اجابتها تحت او نحط اللي جنبها تحت ايكوال لوج 7. طيب الله عايز حاجه، ادي لوج دي لها فاكتور اكس 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 1 1 واحد بلس 2 واحد اوفر اكس بلس ونسيب دي زي ما هي دوت صفر. طب الاحظ انا حاجه ان اكس بلس 1 هيتكنسل مع اكس بلس 1 يبقى المساله سطحت على ايه بقى؟ على لوج اكس ماينس 1 ايكوال لوج. طيب طالما لقيت السايد ده فيه لوج والسايد ده فيه لوج ممكن اكنسل كلمه لوج مع كلمه، ممكن اكنسل كلمه لوج مع كلمه لوج. طب هتفضل ايه؟ هتفضل ان اكس ماينس 1 ايكوال 7، نقوم وديني ال 1 ده بعكس الساين اكس ايكوال كام؟ طب انا كده طلعت له اكس، انا هقول نوت بس صغيره كده مهمه جدا عشان تستخدمها في المسائل. لو انا قلت مثلا لوج اكس تو ذا بيس 2 ايكوال مثلا لوج 4 تو ذا بيس 2، طالما فينا لوج 2 ولوج 2 ممكن اشيلهم مع بعض يبقى الاكس ايكوال 4 مباشره. دي النوت الاولى. طب النوت الثانيه ايه بقى؟
لو انا قلت لوج هقول نفس المساله بس قلت ايكوال 4 على طول. يعني في نعادي لوج مفيش نعادي لوج، في الحاله دي نعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي نشيل برضو اللوج بس مش هتشيل الفلوس، نشيل اللوج ونكتب اكس برضه زي ما عملنا يعني. بس ال 2 دي موديها تحت ال 4 يعني تبقى ايكوال 2 باور. يبقى هنا لو في هنا لوك 2 وهنا لوك 2 بيتشالوا مع بعض خالص. لكن في هنا لوج ومفيش هنا لوج، اه قالت تشيلي كلمه لوج بس ونكتب الاكس. وال 2 دي تروح تبقى بيز للفور يعني تبقى 2 بار 4 وتطلع اكس ايكوال 6. تطلع اكس ايكوال 6. فدي نقطه مهمه جدا في انه ممكن يجيبها لي اسهل عليها. بيجيب لي كده هجيب تو ايكويشنز كده شكل بعض. يقول لي مثلا فايند سوليوشن سيت او فايند اكس يبقى عندي كده لوج اكس بار 2 ماينس 9 مثلا هنا هنا 2 اه بقوم انا عامل ايه؟ اه هنا لوك 4 وهنا لوك 4 خلاص نشيل اللوك 4 خالص كلها لوك 4 بتاعتها كل حاجه. يبقى نقول له اكس بار 2 ماينس 9 ايكوال 16 نودي ال 9 فوق 16 اكس بار 2 ايكوال 16 بلس 9 يبقى اكس بار 2 ايكوال 25 ناخد سكوير روت سكوير روت نحط بوست روت نيجاتيف يبقى اكس كده ايكوال كام؟ اكس ايكوال 5 اور هو المفروض بقى ارجع اعمل سبستيتيوشن تاني بس مش لازم يبقى دي كده ايه لو جاي هنا لوك وهنا لوك. طيب هقول نفس المساله ولكن هحط لوك في ناحيه ومش هحط لوك في الناحيه الثانيه. يعني ازاي؟ هقول كده برضه هجيب اكس بار 2 ماينس 9 دي فرق بينهم هنا في الداتابيس 4 وهقول هنا ايه؟ 2 على طول مفيش لوك. هقوم انا عامل ايه؟ شايل اللوك بس مش هشيل 4 واقوم كاتب الاكس بار 2 ماينس 1 ال 4 نوديها فين؟ تروح بيز يبقى 4 بار. بس هي دي القصه اللي فيها. يبقى المساله بقت اكس بار 2 ماينس 9 ايكوال 16 بدل ما تبقى العادي اكس بار 2 ايكوال 16 بلس 9 تمشي بقى المساله على وناخد سكوير روت تطلع الاكس بكام بوزيتيف ولا نيجاتيف. اللي بيجي يقول لي ايه برضه فاين سوليوشن سيت3 باور اكس بلس 1 ايكوال 7. اه ده دي فيها باور والباور فيها اكس. اه احنا زمان لما كان بيجي لنا مثلا حاجه باور 2 كنا بنعمل سكوير روت سكوير روت. طب لما يجي لنا باور وفيها اكس اه قال لك لما يجي لنا باور فيها اكس مش بنحط سكوير روت بقى بنحط لوج هنا ولوج زي ما كنا بندخل سكوير روت للتو سايدز كده بنحط لوج هنا ولوج. ليه؟ لان في رول في اللوج بتقول لو اللوج دخلت على حاجه عليها باور الباور دي بترجع قبل اللوج. طيب ما انا ممكن انا ايه اتخلص من لوج 3 دي. لوج 3 دي كانها زي روت 3 كده مثلا نوديها بالديفايد الناحيه يعني باكس بلس 1 خلاص دي بقت لوحدها اكس بلس 1 بقى ايكوال لوك 7 اوفر لوك 2. طيب وممكن ال 1 ده اخلص منه بقى انا كده خلصت ايه؟ بدل اكس لوحدها ممكن اودي ال 1 ده بعكس الساين اكس ايكوال لوك 7
اوفر دروب 3 ماينس 1، وممكن اكتب كل دي على الكالكوليتر كده واطلع الاجابه، لان احنا قلنا في زرار للود هيطلع زرار الاوفر دي فوق دي ده وماينس 1 واطلع الانسر بتاعتي، طلع الانسر بتاعتي. ساعات بيقول لي ايه بقى؟ نفس المسألة بس بيجيب باور في الناحيتين. يعني ايه باور في الناحيتين؟ مش هيقول لي بقى 3 اكس بلس 1 ايكوال 7، لا حطيت لي باور تانية، باور على ال 7 اللي هو مثلا باور اكس ماينس، دي بتبقى يعني غلسة شوية بس سهلة يعني برضه الحل. فأقوم أنا عامل إيه؟ بدخل لوج هنا ولوج هنا. اللوج بتخليني دي أرجع قبل اللوج. وده بيرجع قبل اللوج، بس بيرجع في اللوج. بنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ مش هنعرف لو ادينا دي بالديفايد، طب ما في هنا اكس برضه. فقال لك بقى في الحاله دي هندخل اللوك 3 دي نعملها مره تايمز دي ومره تايمز دي. لوك 3 دي كانها روت 3 بالظبط. انا لما اقول مثلا اكس تايمز روت 3 بتدينا اكس روت 3، دي نفس القصه. لما اقول اكس تايمز لوك 3 بتدينا اكس لوك 3. طب 1 تايمز لوك 3 بتدينا 1 لوك 3. الناحيه الثانيه لوك 7 هتخش تايمز ده اكس تايمز لوك 7 باكس لوك 7، 2 تايمز لوك 7 ب2 لوك 7. بس انا كده فكيت البراكتس. نبتدي نعمل زي ايام زمان، نجيب الاثنين اكس مع بعض واللي ما فيهمش اكس مع بعض، يعني ده كده في اكس وده كده في اكس، ننقلهم مع بعض. يعني انت بوكس بنقول له اكس لوك 3 ماينس اكس لوك 7 ايكوال، وننقل ده اللي ما فيهوش اكس ننقله الناحيه الثانيه بوبزيت ساين، يبقى ماينس 2 لوك 7 ماينس 1 لوك 3. يعني جبنا اللي فيهم اكس مع بعض واللي ما فيهمش اكس مع بعض. لما جبنا اللي فيهم اكس مع بعض دلوقتي ده عنده اكس وده عنده اكس، ممكن ناخد اكس از كومن فاكتور. خدنا اكس كومن فاكتور، اتفضل لي لوك 3 ماينس لوك 7، وده فضل زي ما هو مش هناخد منه كومن ولا حاجه لانه كله نمبرز، يعني مفيش فيه اكس ولا حاجه. فممكن بدل 1 لوك 3 او لوك 3 على طول. طب دلوقتي بقت الاكس وجنبها البراكت ده، انا ممكن اودي البراكت ده هنا بالديفايدد، يعني اقول له اكس ايكوال اهو كاتبين ده كده لوك 7 ماينس لوك 3 اوفر البراكت ده كله هو لوك 3، وممكن اكتبه من غير براكت كمان اوفر لوك 3 ماينس لوك 7، واطلع الاجابه دي كلها بالكالكوليتر واطلع اجابتي وخلاص. طيب في فكره كمان زي دي، فايند سوليوشن سيت اوف 3 بارت اكس بلس 5 تايمز 3 باور اكس ماينس 6 ايكوالز. هي المسألة شكلها مرعب لكن هي سهلة جدا. هي القصة في المسألة دي إن أنا بعمل لها فاكتورايز زي الإيكويجن بتاعت زمان اللي كنا بنقولها دي اكس باور 2 بلس 5 اكس ماينس 6. يعني هنفتح تو براكتس، هنفتح تو براكتس وهنقول إيه بقى؟ 3 باور 2 اكس دي هنقسمها 3 باور اكس 3 باور اكس. طب بالنسبه لل 6 هنعملها ايه؟ ال 6 هنعملها 6 تايمز 1 لان انا عايز 2 نمبرز الماينس بتاعهم يدي 5 6 تايمز 1. هندي الكبير ده الساين دي بتاع النص، مالناش دعوه بالبتاع دي، مش مالناش لازمه. انا مين بشتغل على دي؟ بشتغل على 6. طيب ده بوستيف ولا نيجاتيف؟ كنا بعد ما بنخلص المساله دي كنا بنقول ايه؟ بنعكس الساين. هنا برضه في الكاس 3 باور اكس ايكوال نيجاتيف 6، واقول له هنا 3 باور اكس ايكوال 1. طيب المفروض ان انا عشان اخلص من اكس عشان انزل الاكس دي تحت ادخل لوج،
ادخل لوج الاثنين سايتس، ادخل لوج هنا ولوج هنا، ايه اللي بيحصل؟ الاكس دي دي لوج نيجاتيف 6. بس مفيش لوج للنيجاتيف، مفيش لوج للنيجاتيف. لو كتبت لوج وجنبه رقم نيجاتيف على الكالكوليتر هيقول لك ايرور. فانا هقوله على دي لوج ما ينفعش. طب هنعمل نفس القصه يعني، هندخل لوج هنا وندخل لوج. طب انت ليه بتدخل لوج؟ بدخل لوج عشان الاكس دي بدل ما ايه يعني موجوده فوق كده في الباور تنزل على السطر، لان هي بتكون نازله على طول، مجرد ما اللوج تدخل تبقى هي نازله كده. بقت معموله تايمز بكتيريا ايكوال لوج 1. طب انا ممكن اودي لوج 3 دي بالديفايدد اهو اكس ايكوال لوج 1 اوفر لوج 3، احسب دي على الكالكوليتر تقوم طالع لي الانسر 0. بس في الاخر اقول له السوليوشن سيت بتاعتي هي طيب. دي فكره من الافكار. في فكره كمان ان هو يجيب لي مثلا، اعتقد دي اخر فكره يعني، مش عارف اجيبها كده عريضه وهي سهله. يقول لي عارف عليك يا سيدي، مثلا 5 بار اكس فايند ذا فاليو. غالبا السؤال ده يجي اسم اوف اكس ذا ساتسفايز ذا ايكويشن اف اوف اكس بلس 2 بلس اف اوف اكس ماينس 2 مثلا سريع هذا بس كده. طيب دي رقم صغير 2 بار اكس مثلا، مثلا هقول مثلا كده نسيب كيفر. طيب بس كل ما عليا ان انا، احنا خدنا زمان احنا صغيرين ان انا لما اف اوف اكس مثلا ايكوال تو بار اكس، لما اقول اف اوف 3 مثلا كان المستر بيقول لنا شيل الاكس وحط اف اوف 4 شيل الاكس وحط وهكذا. طب انا لما اقول اف اوف اكس بلس 3 يعني شيل الاكس وحط بدل اكس بلس 2. طيب ولما اقول اف اوف اكس ماينس 1 اف اوف اكس ماينس 2 يعني شيل الاكس وحط بدل اكس ماينس 2. هي القصه من هنا كده. احنا هنعمل هنا كده، هنعمل هنا كده، هنقوم كاتبين بقى المساله دي قدام اللي هي جوه الطريقه دي او الايكويشن اللي هو كده اف اوف اكس بلس 2 بلس اف اوف اكس ماينس 2 ايكوال تو. ونبتدي اف اوف اكس بلس 2 معناها ايه؟ نرجع للفانكشن الاصليه ونشيل الاكس ونحط بدالها اكس بلس 1. يعني بقت كده. اف اوف اكس ماينس 2 معناها ايه؟ معناها شيل الاكس وحط بدالها اكس ماينس 2 ايكوال تو. احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي. احنا عارفين ان انا ان 2 باور اكس بلس 2 دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عبارة عن 2 باور اكس تايمز 2 باور 2. لأنه معروف لما دي بتجي لنا كده نفس الـ 2 كده كنا بناخد 2 واحدة وكان المثل يقول لنا اجمع الباور. هو دلوقتي جايبها لي كده فأنا برجع الأصل. يعني دي أنا ممكن أفككها 2 كده. ودي برضو ممكن أفككها 2 باور اكس تايمز 2 باور نيجاتيف. فككت دي لكده وفككت دي لكده. طيب طب ليه انا عملت كده؟ عشان انا اخد 2 بار اكس دي كومن. 2 بار اكس انا خدتها كومن دي هتشال من هنا وتشال من هنا. هتفضل لي ايه؟ هتفضل لي جوه البراكت 2 بار 2 بلس 2 بار نيجاتيف 2. طب هو ايه يبقى 2 بار اكس؟ وهودي البراكت ده بالديفايد. هودي البراكت ده بالديفايد.
يعني هتبقى كده 34 divided البراكت ده 2 باور 2 بلس 2 باور نيجاتيف. طب نفرض ان هي قامت مطلعه لي مثلا يعني 5 مثلا، يعني ما عملت كل دي على الكالكوليتر مطلعه 5 مثلا. طب ايه اللي بسيطه؟ طب ما انا عندي رول بتقول ايه؟ ان انا اللي عايز الاكس دي ندخل لوك، يعني جميع المسائل تقريبا هندخل لوك في الاخر زي السكور روت كده. هيقوم ده راجع قبل اللوك ايكوال لوك 5، نودي لوك 2 بالديفايدد يبقى اكس ايكوال لوك 5 ديفايدد لوك 2، اطلع اجابه دي على الكالكوليتر خلاص تطلع مثلا 2.38 مثلا. هي بتطلع ديسمال كبير بس احنا من ايه؟ من طبعا الانسرز دي مش مظبوطه، يعني كل الانسرز يعني مش دي مش هتطلع 5 ودي مش هتطلع كده. يعني انا ايه عشان بس ما اضيعش وقت في الحسابات على الكالكوليتر اديت ممكن تيجي تعملها على الكالكوليتر، فانا ايه قلت يعني مثلا هتطلع كده. ده مثلا يعني مش دي الاجابه الصحيحه بس مش دي الاجابه طالعه غلط، لا دي مثلا فور اكزامبل